تمام. رفضت طلب احمد مجاهد بتولي تدريب منتخب الناشئين عشان شايفها ان خطوه للورا. خلي بالك المنتخبات الناشئين اللي هي المنتخبات اللي هي بتاعت 2006 و2008 دي مرحله ليها ناسها، انا عديت المرحله دي. لما تشتغل مع حد بقيمه الكابتن حسن شحاته، تشتغل مع واحد قبل الكابتن حسن شحاته كابتن طارق يحيى 7-8 سنين، بتشتغل نفس الشيء مع كابتن حسام البدري مدير فني النادي الاهلي ومنتخب مصر سنين كتيره وبطولات كبيره جدا جدا جدا، فانت معلش يعني انت خدت خبرات بما فيه الكفايه انك تمسك، مش هتلبي طموحك ان بالظبط كده انك تمسك منتخب ناشئين. انا قلت امسك منتخب اول، امسك منتخب اولمبي، امسك منتخب محليين. يعني انت طلبت من لا انا ما طلبتش كده، بس انا قلت له كده، قلت له كده. طب رده كان ايه؟ قلت له انا منتخب الناشئين دي اتعرض عليا من 10 سنين، بيتعرض عليا ايام الدكتور محمود سعد ما كان موجود، تمام، وايام المجلس الاتحاد اللي كان موجود قبل كده، ولكن بالنسبه لي انا خطوه مش دلوقتي. انا راجل ماسك مدرب عام منتخب مصر الاول، فبالتالي يوم ما هتيجي تمشي تروح منتخب مصر الاولمبي لو انت عندك القدرات والمقدره والكفاءه ان انت تقدر ان انت تشتغل بشكل كبير جدا وتبين قدراتك، تمام. فقلت له انا بطلع السلمه ما بنزلهاش. قال لي طب انا قلت له لا، في سؤال بس، هو الكابتن حسام البدري هو اللي قال لك؟ لان لو هو اللي قال لك انا هطلع من غير ما اي حاجه هعتذر على صفحتي وشكرا وخلاص الموضوع ما عنديش مشكله خالص. قال لي لا، ده كابتن حسام ما يعرفش حاجه. قلت له طب خلاص مفيش مشكله. ده كان في فتره تواجدك مع المنتخب الاول؟ طبعا طبعا، اخر 3-4 شهور كده. فقال لي خلاص الموضوع ده محدش يعرفه خالص، وانا ما كلمتش فيه خالص. خلي بالك احنا بعد المنتخب انا ما كلمتش فيه خالص الا لما طلعت قال كابتن حسام واحنا راجعين مباراه الجابون حسام البدري، قال له طارق ده احمد مجاهد كان عايز يمشيك، وانا قلت له لا، طارق ماشي معايا كويس، وكان في الاول خلافات وجهات نظر معينه بعد ما بعد الجهاز الفني ما تم اقالته ده، واحنا لا واحنا راجعين ماتش الجابون في المطار، ماتش الجابون في المطار، في المطار يعني قبل حتى ما الاعلان يطلع. قلت له بص يا كابتن انا ما رضيتش اقول لك ساعتها، هو كلمني من 3 شهور وقال لي طارق انا بعرض عليك منتخب الناشئين تمسكه. قلت له الكلام ده انت بتعرضه عليا من خلال كابتن حسام البدري ولا انت؟ قال لي لا لا لا، ده انا قلت انت مش مرتاح ومش مبسوط والكابتن حسام والناس بتقول. قلت له ماليش دعوه، انت راجل، خليك انت راجل مسؤول دلوقتي في الاتحاد، انا ماليش دعوه بكلام السوشيال ميديا والكلام اللي بره، انا ما بردش على حد، وبحترم الكابتن حسام وبحترم الجهاز اللي انا شغال معاه وبحترم اتحاد الكوره في المكان اللي انا فيه. انا في كلام كتير بيتقال وانا ما بطلعش اتكلم وما بطلعش ارد. فعرفت بقى ان الكابتن حسام لما قال لي كده قلت له ده قال لي من 3 شهور ان كذا 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 كذا، قال لي لا والله انا ما قلت له ده، بالعكس ده طارق معايا دلوقتي كويس والدنيا كويسه واحنا ماشيين كويس وما اتغلبناش وبنأدي كويس فمش لازم نعمل مشاكل. تمام. هل طلبت من الكابتن حسام البدري ان انت تكون الراجل الثاني؟ اه دي حقيقه، ده انا قلتها يعني حامد من اول يوم، لان انا خلي بالك يا حامد انا عندي ما اعرفش هي بيحسبوها في مصر هنا، اه بيحسبوها في مصر هنا ان قوه شخصيتك ووضوحك الزياده عن اللزوم بيأخرك شويه، بس انا عمري ما هتغير لان انا دايما اتعودت على كده او اتربيت على كده. فانا من اول يوم مع كابتن حسام البدري اجتمعنا وقلت لكابتن حسام، لما عرفت الجهاز قلت له يا كابتن حسام انا كل جهاز انا بحترمه جدا وحبايبي واخواتي واحمد ايوب، ولكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا الراجل الثاني بعد حضرتك، يعني حضرتك لو مش موجود في المؤتمر الصحفي ابقى انا، حضرتك مش موجود في التمرين انا، حضرتك مش موجود لاي سبب من الاسباب لا قدر الله انا. قال لي طبعا وده حقك وانت راجل دولي وراجل لعبت وراجل اسمك كبير وراجل مرنت والناس كلها بتتكلم عليك. بعد كلامك ده هل حصل مشاكل بينك وبين الكابتن حسام بدر او بين الكابتن احمد ايوب والكابتن حسام؟ لا لا خالص خالص، بدليل ان انا من اول مباراه انا اللي قاعد جنب الكابتن حسام، بدليل ان الكابتن حسام بيديني ويدي احمد. خلي بالك اصل احمد برضه ايوب مدرب كبير ومدرب كمان عام، يعني 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 البوزيشن احنا الاثنين زي بعض. طيب ايه اصعب حاجه مرت عليكم كجهاز بشكل عام وطارق مصطفى بشكل خاص؟ لا بشكل عام طبعا الفترة الأخيرة كنا احنا متوقعين ان احنا غير مرغوب فينا، احنا غير مرغوب فينا من الجمهور من البداية، يعني مش مثلا من نص المشوار ولا من اخر، لا من البداية غير مرغوب فينا دي الله اعلم، مش عايز اخش في تفاصيل، ولكن لما يكون غير مرغوب انت من الاتحاد من احمد مجاهد ان انت ان هو في الحسبان بيفاوض مدربين وانت موجود، دي احنا عرفناها. طب انتوا عرفتوا اللي هو كان بيفاوض مدربين وانتوا موجودين اصلا؟ اه كان امتى عرفتوا الكلام ده؟ اخر شهر تقريبا في واحنا موجودين في الاتحاد. الحاجه الثانيه على المستوى الشخصي يعني انا بشوف ان
ان انت ادائك ما كانش كويس مع المنتخب احنا يعني، ودي ليها ظروف كتيره جدا بصراحه اي حد مكانه، لان احنا انا بشوف ان الجهاز الوحيد من اول ما منتخب مصر اتعمل واتظلم هو جهاز حسام البدري. ليه بقى؟ لان الفتره بتاعت كورونا كلها فتره صعبه جدا 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 على اي حد. محمد صلاح ومعظم المحترفين ما جوش معاك، كان عندك مشاكل كتير جدا، وتريزيجيه كان صليبي، وعندك مشاكل كتير جدا في كل حاجه. الدوري بتاعك كل 3 ايام الدوري بتاعك عشان الماتشات الوديه احنا اخطانا، وانا قلت احنا اخطانا في جزئيتين. جزئيه اخطانا فيها عدم التعامل مع الاعلام، ما كناش بنعرف نتعامل مع الاعلام، ودي كان الكابتن حسام قافل عليها، كانت غصب عننا. الحاجه الثانيه ان احنا ما استغلناش الاجنده الدوليه في شهر 6. خلي بالك اللي قبليها اللي كانت في شهر 3 تقريبا كان الاهلي والزمالك وصلوا نهائي افريقيا، بيراميدز وصل نهائي الكونفدراليه، فانت وصلت، انت خلاص انت كل الفرق مريحه، انت وصلت للاخر حاجه ان الفرق بتاعتك القوام الرئيسي بتاع المنتخب بيلعب. طب انت في الوقت ده ما فكرتوش مثلا ان صف تاني من المنتخب هو اللي يلعب الماتشات دي؟ لا، او تدخلوا عناصر جديده؟ لا، ما كانش الوقت ده. احنا كنا عاملين الحساب وكنا عاملين سيناريو وكنا حاطين بلان ان احنا في البطوله اللي كانت هتتلعب احنا كان عندنا خلاص الاجنده، عارفين هنعمل ايه وماتش الجابون امتى معروف. اه كل حاجه. قلنا البطوله العربيه كابتن حسام طلب مننا ان كلنا كل واحد، كنا بنتفرج على الماتشات كلها كل واحد مع نفسه، وبعد كده بنيجي انت ليبيا ايه الاخبار دي، ومجمعين كل واحد 26 لعيب بما فيهم 10 لعيبه موجودين جداد ما دخلوش المنتخب قبل كده. يعني محمد عبد المنعم ده ما كانش موجود كنت حاطه، هشام بلحه لاعب المحله اللي هو هشام عادل كنت حاطه، عبده يحيى كنت حاطه، مصطفى شلبي لاعب انبي كنت حاطه، كنت حاطط انا لعيبه شبانه لما كان موجود في اسوان كنت حاطه، فتح الله كنا حاطينه اللي هو المساك بتاع المدافع المحلي. كنا حاطين لعيبه مستواها ثابت الفتره الكويسه دي واماكنها هم مقدمين بشكل كويس في الجزئيه ديت. مهند لاشين ما كان محطوط. بس انتوا يا كابتن معلش، هو انتوا يعني كنتوا شايفين ان ممكن الاهلي والزمالك ما يصعدوش نهائي افريقيا؟ او فرقه واحده اللي هتصعد؟ لا 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 لا، ما كانتش كده. لا انتوا كنتوا حاسبينها ازاي؟ لا احنا كنا خلاص الاهلي والزمالك وصلوا خلاص. ليه ما لعبناش بقى مثلا بفرق بلعيبه ثانيه صف ثاني، او اللي انت اللعيبه اللي انت كل واحد دخل لعيبه جديده من المنتخب فنعمل قوام جديد ويلعبوا الماتشين؟ احنا خلي بالك احنا كنا عاملين مباراه، المباراه اتلغت بس الاسباب ايه انا ما اعرفهاش. كنا عاملين مباراه واقول لك كان منتخب بروندي، قالوا للفرقه اتلغى المباراه. في حاجات انت يعني كانت بين الكابتن حسام البدري وبين بركات وبين كابتن احمد مجاهد. لا 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 مفيش، الجهاز كله كان في جزئيه كده، كان الجهاز كله يعني في حاجات منفصل. في حاجات في حاجات كانت خلاص كابتن حسام وكان رئيس اللجنه احمد مجاهد وكان بركات. بس هل انت شايف ان السوشيال ميديا اثرت على الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ لا اكيد، يعني اكيد طبعا، يعني السوشيال ميديا يعني احنا بعدنا عنهم بشكل كبير جدا، كانش في تواصل الا كل فتره كبيره جدا جدا جدا. والاعلام دلوقتي والسوشيال ميديا انا بشوف ان ميزه ان انت تكون قريب. يعني انا بشوف دلوقتي الوضع اختلف خالص مع الجهاز اللي موجود دلوقتي كيروش، اختلف خالص كل جزء في كل حاجه، في مسانده وفي انت شايف ده كان خطا الجهاز انتوا كجهاز ولا طبعًا خطا طبعًا مين؟ طبعا لا، احنا نتحمل جزء كبير منه، احنا واحمد مجاهد. واحمد مجاهد طبعا.